السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله تكمله بس للرسمه اللي فاتت، في حته نسيت احطها اللي هو الفيلت اللي بين الويب بين الاسطوره واللي باين هنا ده. تمام، برضو انت لو جبت الرسم من فوق هتلاقي عندي، بص قبل ما نحط الفيلت ده ستيم فوق تلاقي الفيلت مش موجود، يعني موجود هنا في الرسمه الاصليه لكن انا مش حاطه. تمام، طيب نرجع تاني سي دبليو ايزومتريك. عشان ارسم الفيلت هكتب اف انتر كده اقرب من الرسمة. اختار ايه الدايرة اللي بين الاسطوانة وبين الفيلت. تمام، احاول برضو ايه اختار الدايرة اللي هو، بص تطلع لك تختار طبعا الراديوس ار انتر، اكتب الراديوس انت عايزه كده. هيسألك تشين ولا راديوس، دوس تشين. عايز تختار حاجة تانية دوس تشين. تمام، شيفت سكرول تلف في الرسمة تختار ايه الدايرة اللي من ورا. نفس الكلام في الويب التاني، اختار الدايرة دي تلف في الرسمة شيفت سكرول ايه اختار دي. تمام كده انتر، هو الفيلم ده ريجستر بتاعه تلف. تمام، اتأكد ان انت صح. ادي الرسمة من توب تاني تلاقي ايه زي الفيلم اللي هو موجود هنا موجود زي بالظبط الرسمة عندنا. تمام، برضه ملحوظة كده، يعني لو انت حسيت ان عايز عندك رسمت حاجة عايز تمسحها تعمل ايه، دوس كنترول عليها يقسم لك الرسمة، دوس انتر قام جاي يمسح لك اللي انت عايزه. تمام، بس شكرا جزيلا.